عليكم جمعة مباركة إن شاء الله. كما كتشاهدوا هذا الطبق ديال الرفيسة، أكيد كلشي كيعرفوا، وغادي نتشارك معكم اليوم الطريقة ديالي في التحضير ديال هذا الطبق. عندي 500 غرام ديال الدقيق الفينو و500 غرام ديال الدقيق الأبيض، وعندي رأس ملعقة صغيرة ديال خميرة ديال الخبز، والملح حسب الذوق، ومعلقة ديال السكر سنيدة، والماء دافئ باش نجمعو به العجين. وغادي نبداو على بركة الله. وغادي نوضع الدقيق في العجانة باش نحضر العجين. يمكن لكم تستعملوا غير رأس ملعقة صغيرة، ماشي تكتروا من الخميرة، في شوية، واللي ما بغاش يمكن لي ما يستعملهاش، اللي كيخاف ان العجينة تغلاضلو يمكن له يتفاداها. وضعت الملح، الملح كتبقى حسب الذوق، وسكر سنيدة، وغادا نحاول نخلط هاد المكونات هادو غير بالتدريج. انا هنا استعملت الماء دافي، لان راكو عارفين هاد الجو دابا كاين جو بارد، ماشي الحال سخون، وفي الصيف اكيد راه الناس كتستعمل الماء بارد مسمن، ما كيديروش ليه الماء سخون. وغادا نبقى نجمع في العجين غير بشويه حتى تجمع لي العجينه تماما، ونحاول ندلكها مزيان حيت العجينه ديال المسمن خاصها تكون طريه، تكون ملسه، ما تبقاش حرشه. نعطيوها الوقت الكافي باش تعجن. وهذا هو العجين ديالي بعد ما جمعته كما كتشاهدوا. نحاول نجمعو هكا بيدي بعد ما حيدته من العجانه، ندير غير هاد التلكه صغيره، يعني ماشي بزاف. كما كتلاحظوا العجين تيكون ملس، ما كيبقاش حرش الشكل ديالو. دهنته شويه ديال الزيت وكندهن يديا، وغادي نحاول ندير اقراص ديال العجين يكونوا صغار بحجم متساوي على حسب المقله اللي عند السيده. وغادي نستمر بنفس الطريقة، ندهن يدي بالزيت ونقطع. أنا المسمن في طبيعتي ما كنديرش فيه الزيت بزاف، كنديرو قليل، خصوصا هذا ديال الرفيسة كيجي ناشف. كما كتلاحظوا عملت أقراص من نفس الحجم، يعني متساويين، والعجين كتكون طرية ماشي قاسحة بزاف. وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. طبعا حبيباتي كما كتشاهدوا بعد ما غلفت الكويرات ديال العجين غطيتهم هكا باش يعني يطلقوا، غادا ندوز دابا باش نوريكم المقادير اللي غادي نستعمل في هذا المرق ديال الرفيسة. عندي 4 ديال البصلات مشلضين شرائح، دجاجة بلدية يبقى حسب الذوق الدجاج، يعني ماشي بالضرورة يكون بلدي، والحلبة حسب الذوق، العدس، الزيت، الملح، سكنجبير، راس الحانوت، انا كنستعمل راس الحانوت في هذه الوصفة، ثومة، والكركم، والفلفل الاسود طبعا يمكن ما بانش لكم في المقادير، ومعلقه ديال السمن. ودابا بديت كنوضع في المكونات اللي عندي. انا كنستعمل فيها راس الحانوت، اللي ما عندوش يمكن اللي ما يستعملوش. مي هاد الوصفه هادي ضروري السمن والثومه تكون بزايد، هما اللي كيعطيو داك المذاق وديك يعني اللذة في هاد الطبق هذا. وكما كتلاحظوا خديت اناء وبديت كنوضع فيه التوابل، وزدت عليه معلقه ديال السمن مع الثوم، وغادي نخلطو بالقليل من الماء حتى ينسجموا هاد التوابل مع بعض. غنحاول باش ندخل هاد التوابل مع بعضها مزيان باش تاخد نفس اللون
وغادي نزيد القليل من الماء باش يولي عندي خليط كافي اللي غادا نشرمل فيه الدجاجة. كما سبق لي قلت لكم ماشي بالضرورة الدجاج البلدي، غير هي بالدجاج البلدي كيجي الطعم ديالها مختلف. وكما كتلاحظوا خدي الدجاجة، غدا نبدأ ندخل في العطرية بين الجلدة وبين اللحم باش يجي الدجاج بنين. غدا نحاول ندير ليها مساج مزيان، انا خليت ليها هنا العنق شويه غدا نقطعو. بقيت كنقول مع راسي غنخلي هاد العنق ولا نحيدو، في الاخير قلت غدا نقطعو احسن. ايوا صافي، بديت كندير لها في المساج. وغادا نستمر حتى ندخل فيها العطريه مزيان. كما كتلاحظوا خديت الطنجره وضعت فيها الزيت، وغادا نوضع الدجاجه حتى هي في الطنجره، وغادا نخوي ديك الشرموله اللي بقات عندي في الطبق اللي شرملت فيه الدجاجه، وغادا نوضع القليل من البصل، يعني ماشي البصله كامله وانما القليل. وغادا نحرك، غادا نخليها حتى تقلى شويه. وهنا كما كتشاهدوا خديت البيض ديال السمان، ماشي بالضروره البيض ديال السمان، اللي متوفر عنده واللي ما عندوش يمكن لي يستعمل البيض عادي ولا ما يستعملوش كاع، داكشي كيبقى اختياري. وهنا كما كتلاحظوا بديت كنقلي في الدجاجة، وبعد ما شحرت الدجاجة مزيان من كاع الجوانب غادي ناخد واحد العود او كيردون او اللي عندكم، غادي تحاولوا تقبوها هكا من الجناب، من الجناب ديال الفخاد، باش هكا تدخل فيها الشرموله ويدخل فيها المرق وتجي بنينه ما تجيش ناشفه. هنا بديت كنوضع في العداس والحلبه والبصله شرائح، واحد القبطه ديال قزبره معدنوس، وغادي نوضع الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه هاد الدجاج والمرق. نحاول نخوي غير في الجنب ديال الطنجره، وغادي نسد الطنجره ونخليه يطيب على نار مهيله. وغادي ندوز دابا باش نحضر المسمن، هذا اللي غادي نستعمل في الرفيسه، كندير بالوحده ومني كطيب كنقلبها الجهه الاخرى ونعاود نرمي الاخرى، وغادي نستمر بنفس الطريقه. ما كنكثرش الزيت، الطريقه هذه كيجي الزيت قليل، ما كيجيش المسمن عامر بال هكا بالزيوت. وغادي نستمر بنفس الطريقه، كما كتشاهدوا كنحاول نرققها. انا نسيت ما استعملتش المقله الاخرى الوجديه، استعملت غير هاد المقله، صراحه كتجيب لي المسمن مزيان، وقلت غادي نستعملها غير هي ماشي مشكل. غير السيده تحاول تضبط الكويرات ديال العجين اللي غادي على حسب المقله اللي غادي تستعمل. وخاص اليد تكون خفيفة، اللي بغا دير بحال هاد الطريقة يعني اليد تكون سريعة ما تكونش ثقيلة، حيت كطيب بسرعة، يعني خاصك تكوني مجدة المسمنة الأخرى باش هكا
تربحي الوقت. وهنا اخواتي كما كتلاحظوا استمريت بنفس الطريقة، كندير شوية ديال الزيت وكنسرح العجين، بعد ما كنقلب العجين اللي في المقلاة استمريت بنفس الشكل حتى غنتهي تماما. ودابا خديت المسمن اللي طيبته، غادا نحاول نرولي بهذا الشكل هذا، وناخذ مقص ونقطعه على شكل مثلث باش ما تجينيش من الورقة ديال المسمن طويلة، وهذا نقطع به بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا، كيجي المسمن محلول وفي نفس الوقت ما فيش بزاف ديال الزيت، ناشف. واستمريت بنفس الطريقة كنلوي المسمن الورقة ديال المسمن، وكنعاود نقطعهم بهذا الشكل هذا على شكل مثلث. وكما كتلاحظوا كيجيو الورقة ديال المسمن حلولين. وهنا اخدي الدجاجة بعد ما خرجتها من الطنجرة، دهنتها بشوية ديال الزبدة وحمرتها بالفران، وهذا هو الطبق ديالي بعد ما وجدته، كيجي طبق رائع ولذيذ. وهذا هو الصوص اللي بغى يزيد، اللي كيعجبو لاصوص بزاف، اللي ما كيعجبوش كيبقى لحسب الذوق. وكنتمنى هاد الوصفة هادي تعجبكم، وإلا عجبتكم ديروا لي لايك، واكيد كلشي كيعرف الرفيسة، وهذه كتبقى الطريقة ديالي انا، ضروري خاصني نحط وصفة ديالي في القناة، يعني كل واحد وكتبقى الوصفة ديالو على حسب الذوق اللي كيفضل هو. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، وبارطاجيو الفيديو وديروا لي لايك، وشكرا لكم على المساندة ديالكم الدائمة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.